السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رمضانكم صحه. وهنا اليوم جينا نديروا مع بعض تحلي لاطات او سيترون. بون، حطيت 125 غرام مارغرين، حطيت 75 غرام سكر، ندير زوج حبات بيض نديرهم كومبلي. نديروا شويه لافاني، قسم غير فتاة قهوة لافاني، ونديرو واحد ربع مغارف زيت. دا جوج مغارف وثلاثة، شو المهم شوية زيت باش تجي لاباط تاعنا كوستيون. نخلطو معكرينو على البيض، نحطهم بيان، ونزيدو لها الفارينة. نحو قاع العجينة، العجينة هاشم نجمعوها بيدينا بصبعتينا برك، مش متوليش لاباط تاعنا كشغل لاستيك، طموها غير بصبعتينا هاكا برك. تاكل معنا العجينة تاعنا، نلمها ونعاود نولو. هايليك خياتي لاباط تاعنا بعد ما حليتها في سنيوة، هايليك شوفو كيفاش درتها. قرصتها كامل كيما كتشوفو هنايا من الجناب باش ما تكونفلاش معانا كي ندخلوها للفور، ودرت شويه صغار هذوما ندخلها طيب، كي تخرج نعاود نولو. الكريمه تاع سيترون درت 4 حبات قارص، ديت الجو تاعهم، درت 4 حبات بيض، درت 100 غرام مارغرين، درت 175 غرام سكر، نخلطهم كامل ونحطهم في النار على نار قليله ونحركهم حتى تعقد عندنا الكريمه هذه. قلنا 4 بيضات، 4 حبات قارص دينا الجو تاعهم، 175 غرام سكر، 100 غرام مارغرين، نخلطوهم بيان 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 حتى تعقد عندنا، ودير هذوك المبابل نطفو عليها تعقد عندي ونعود نولو ان شاء الله. طابت فرغتها معاها، دوك درت لها مورانغل، دوك نديرها. درتها بزوج بياض بيض، طلعتها كي طلعت لي بلونش ناج، من بعد درت لها السكر، 4 مغارف سكر تاع الماكله وطلعتها هكذا. تزين كيما تحبوا، انا زينت برك هكذا بيبري وخلاص. ندخلها تحمر لي الموانجل هذه ونخرجها. هاي اللي كلاتها تاعنا يا البنات، شوفوا واش حاجه تشبه جات فريمون هايله تشهي، شوفوها. ودرت هذوك الاخرين اللي هذوك الليمون الصغار هذوك، درتهم درت لا كريم باتيسيير ودرتهم، درتهم شويه فريز وبنان وهميك. يو شابين جو ما شاء الله للسهره ان شاء الله. ما تنساوش لايك واشتراك خياتي. صحه فطوركم وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. سلام.